وعد بالحقيقة عارية، فجاء الوعد خطابا سياسيا. أردوغان يسدد كراته نحو مرمى لا حارس له، متبعا في تسريباته المستمرة آلية تنقيط الخبر. ترامب يلوح بالعصا النووية، وروسيا تشهر مسدسا في صدغ أمريكا لأنهم اتهموها بالتجسس على هاتف الرئيس. الصين تنصح ترامب باقتناء جهاز هواوي بدلا لآيفون. إلى التفاصيل. هي حرب الأعصاب بين أردوغان والأمير، هكذا عنونت ديرش بيجل مقالا تناول خطاب الرئيس التركي الأخير، وتابعت: أردوغان اتخذ موقفا مضادا للقيادة السعودية بتأكيده مقتل خاشقجي وقوله أن ذلك كان مخططا ومدبرا وليس حادثا عفويا كما ادعت الرياض. زيدوتشي سايتونغ أشارت في مقال بعنوان ما لم يقله أردوغان إلى أن الرئيس التركي لم يذكر أي شيء عن التسجيلات التي تؤكد مقتل جمال خاشقجي، وأنه لو فعل ذلك لكان اعترافا مباشرا منه أنه يتجسس على البعثات الدبلوماسية. ديفيلت قالت أن أردوغان يسعى للاستفادة من مقتل الصحفي السعودي عبر الضغط على السعودية والولايات المتحدة في آن واحد، وأضافت: كان بإمكان الرئيس التركي كشف الحقيقة العارية لكنه لم يفعل، وقد كان بمقدوره أن يدخل الشرق الأوسط في فوضى تقلب استراتيجية ترامب المعتمدة على ابن سلمان. بلومبرغ أشارت إلى تراجع الأسهم السعودية رغم دعم صناديق حكومية، لكن المليارات التي تدفقت إلى الرياض عدلت مزاج السوق، علقت صحيفة فرانكفورتر ألجماينة. عقود وصفقات بقيمة 50 مليار دولار أبرمها مستثمرون في مؤتمر مستقبل الاستثمار. وعن استقبال ولي العهد نجل خاشقجي وشقيقه، علقت صحيفة بيلد: لقاء بارد وصورة بألف كلمة. وتحت عنوان لماذا لم يكشف أردوغان عن كل ما لديه، نشرت صحيفة إندبندنت مقالا للكاتب باتريك كوكبيرن، قال فيه: ساذج هو من تخيل أن أردوغان كان سيفصح عما في جعبته، لأن مثل هذه المعلومات والأشرطة المسجلة لا تقدر بثمن، فهي تعطي تركيا قوة ضغط على السعودية وبدرجة أقل على أمريكا، وتكفل هذه التسريبات المتدرجة بحرص شديد إبقاء القضية في صدارة الاهتمام العالمي. من الواضح أن السعودية تشهد لحظة مفصلية في تاريخها، قال نيكولاي زاميكولا في زيركا لانيديلي، ومعها مستقبل الشرق الأوسط برمته. هي مسألة وقت فقط حتى تترجم الأصوات الدولية أفعالاً ونرى الاستجابة اللازمة عن كل ما حدث. ما هي أهم أثار قضية خاشقجي على السعودية والمنطقة؟ وضعت صحيفة فوكس تصورا للأمر التي تحولت بفعل الدهاء السياسي تلك الأزمة لبنك فرص هائل، أكبر المستفيدين منه هم الأتراك، تليها الروس التي بدأت العزف على الإيقاع نفسه. وفي هذا الوقت يتلذذ الإيرانيون بهدوء وهم يرون منافسهم الإقليمي منغمسا في دور بربري، كتب كارل فيك في مجلة تايم. هم ينظرون لابن سلمان كهدية لا تتوقف عن العطاء. لكن أيعقل أن يكون ما حدث فخا استخباراتيا نصبته أنقرة للرياض؟ هكذا تساءل مسؤول إسرائيلي كبير في مقابلة لموقع إيلاف، وتابع يقول: لقد علم الأتراك مآل الأحداث مسبقا، لذلك سمحوا أن يتدحرج الأمر على هذا النحو لتوريط السعودية وولي عهدها من أجل كسب نقاط في معركتهم المستمرة مع المملكة. في سياق متصل، كشفت صحيفة هآريتس أن إسرائيل باتت من أهم الدول المصدرة لتقنيات التجسس عبر الإنترنت، وقالت الصحيفة إن الأنظمة الدكتاتورية في العالم بأسره، حتى تلك التي لا تربطها أي علاقة رسمية بإسرائيل، تستعمل التقنيات الإسرائيلية للاستماع لنشطاء الدفاع عن حقوق الإنسان وتعقبهم ومراقبة رسائلهم الإلكترونية وقرصنة تطبيقاتهم وتسجيل أحاديثهم. الصحيفة قالت إنها توصلت إلى هذه المعلومات بعد إجرائها تحقيق في 15 بلدا. موسكو تتهم واشنطن بالوقوف وراء هجمات الدرون على قاعدتي حميميم وطرطوس. وزارة الدفاع الروسية قالت إن الهجمات نفذت تحت مراقبة وتحكم من القوات الجوية الأمريكية. وأعلن نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز بوسيدون 8 عملت على توجيه الطائرات المسيرة لسبع ساعات بمشاركة الأقمار الصناعية الأمريكية.
نبقى في سياق التداعيات المتسارعة للعلاقة بين واشنطن وموسكو. صحيفة سيفودنيا قالت أن انسحاب دونالد ترامب من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا في الأسبوع الفائت لم يكن سابقة، بقدر كونه عادة مارسها الرئيس الأمريكي مذ تولى منصبه قبل عامين. الاتفاقية التي أعلن ترامب نيته الانسحاب منها أبرمت مع موسكو خلال فترة الحرب الباردة، وتحديدا قبل 31 عاما. رئيس مركز الدراسات التطبيقية السياسية فولوديمير فيسينكو قال في مقابلة مع الصحيفة: بدل الحفاظ على المعاهدة ورفع مستواها نشهد اليوم تمزيقها. هذا يعني أن الحرب النووية بوجود زعماء مثل ترامب وبوتين باتت أمرا مرجحا، والحق يقال إن المخاطر عالية. ترامب قال أن قراره الانسحاب من المعاهدة النووية مع روسيا ينبع أيضا من الحاجة إلى الرد على تنامي القدرات النووية الصينية، وصرح في لقاء صحفي: الولايات المتحدة ستستمر في تعزيز ترسانتها النووية حتى يعود الناس إلى رشدهم، وهذا تهديد موجه للجميع، الصين، روسيا وأي جهة أخرى تريد أن تلعب هذه اللعبة. أمريكا تخشى أن الزمن لا يجري في صالحها وإنما في صالح الصين، كتبت صحيفة رأي اليوم. لذلك تتخذ واشنطن كل الخطوات الممكنة لعرقلة صعود بيجين، فنسبة نمو الاقتصاد الصيني تصل إلى ضعفي نظيرتها الأمريكية، والصين تضخ المليارات في مشاريع الذكاء الصناعي والتقنيات الحديثة. ولكن لماذا يتهمون روسيا فيما هم خائفون من الصين؟ واشنطن بحاجة إلى حجة لتبرير موقفها، قال سيرجي إيشينكو في سفوبودنيا بريسا. فكيف سترد روسيا على ذلك؟ من الواضح أن الصاروخ الروسي المرعب كورير سيصبح ورقة رابحة في يد موسكو بعد دفن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى رسميا. كل شيء بالنسبة للأمريكيين سيكون أسوأ بكثير مما كان عليه في تسعينيات القرن الماضي، فأسطولنا الشمالي لم يطور مواقعه في جسر القطب الشمالي في السنوات الأخيرة عبثا، وتحديدا في جزيرة كوتيلني بين بحر لابيتيف والبحر السيبيري الشرقي. هناك سبب للاعتقاد بأن الحاويات الأولى مع صواريخ كورير سوف تبحر إلى هناك قريبا. إذن ستضطر واشنطن لحساب زمن طيران الصاروخ من أرخبيل جزر نوفا سيبيرسك إلى أراضي الولايات المتحدة بدقائق قصيرة جدا، وهكذا سيكون لدينا مسدس في صبغ أمريكا. القائد السابق للقوات البرية الأمريكية في أوروبا الجنرال بن هوجز تحدث عن وجود احتمال كبير لاندلاع حرب بين الولايات المتحدة والصين خلال الأعوام القليلة القادمة. التصريح وجدناه في صحيفة سبيتيا الأوكرانية، وتابع هوجز: لن تكون الولايات المتحدة قادرة وحدها على القيام بكل ما هو ضروري في أوروبا ومنطقة المحيط الهادئ للتغلب على التهديد الصيني، في إشارة قرأها المحللون أنها تهديد أمريكي مبطن وطلب لمزيد من ضرائب الحماية. ترامب كتاب مفتوح أمام المخابرات الصينية. استخبارات بيجين تتنصت على هاتف الرئيس الأمريكي لمعرفة آلية تفكيره والطريقة المثلى للتأثير عليه. صحيفة نيويورك تايمز نقلت الحديث عن اختراق هاتف الرئيس الأمريكي المحمول غير المؤمن، وقالت الصحيفة أن بيجين تستخدم ما تطلع عليه في مكالمات ترامب للتأثير على السياسة الأمريكية. وعلمت أجهزة المخابرات الأمريكية من شخصيات في حكومات أجنبية وعبر اعتراضها اتصالات من مسؤولين أجانب أن الصين وروسيا تتنصتان على مكالمات الرئيس. ترامب كذب ما جاء في الصحيفة مشددا على أنه يستخدم الهواتف الحكومية فقط، وكتب معلقا: صاغ خبراء ترامب في صحيفة نيويورك تايمز مواد طويلة ومملة عن كيفية استخدامي لهاتف المحمول، وهذه المواد لا تتفق مع الواقع. لدي هاتف حكومي واحد قلما أستخدمه. نيويورك تايمز كعادتها خاطئة جدا. الصين ردت على اتهامات الولايات المتحدة بالسخرية، ونصحت الرئيس الأمريكي باستخدام هاتف هواوي بديلا لآيفون أو قطع العلاقات مع العالم الخارجي كليا. بدورها قدمت صحيفة لوفيغارو تحقيقا عن طرق التجسس الصينية على الدولة والشركات الفرنسية. الصحيفة قالت أن الصين تجسست على 4000 حساب لأطراف وموظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المهنية مثل موقع لينكد إن، تكريما لمساهمته الاستثنائية في النضال من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير في العالم. منح البرلمان الأوروبي يوم الخميس الفائت جائزة ساخاروف العريقة إلى المخرج الأوكراني أوليك سنتسوف.
المحكوم عليه بالسجن 20 عاما في روسيا بتهمة الإرهاب. موسكو نددت بهذا القرار ووصفته بأنه مسيس تماما. وقال دبلوماسيون أمريكيون أنه ينبغي أن تتاح الفرصة لسينتسوف أن يستلم الجائزة شخصيا. وقالت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا إنها تعتقد أن منح المخرج الأوكراني هذه الجائزة هو تأكيد آخر على كونه سجين رأي، ويجب أن تتاح له فرصة الحصول على هذه المكافأة المستحقة بشكل شخصي. وختمت السفارة تقول على روسيا أن تفرج فورا عن جميع السجناء السياسيين الآخرين. هذا كان ما انتقيناه لكم لهذا الأسبوع. إلى لقائنا القادم، دمتم بخير وسلام عليكم.